سمكانتا. موضوع خفيف وظريف اللي هو البونو كارتلج. طبعا موضوع سهل جدا، مفيش فيه اي مشكله. ممكن يجي لكم الصوره فيه في الاوسكي، انتوا الاوسكي بتاعكم بيبقوا بدري، فنعرف بس ايه الملامح بتاعته. الموضوع سهل جدا يعني، مفيش فيه اي مشكله. طيب نشوف ايه بقى النهارده. هنبتدي ان شاء الله بالكارتلج. الكارتلج والبون شبه بعض، عشان كده دايما بيتاخدوا مع بعض. اوكي، ايه الاختلاف؟ انت بدون من قبل ما نخش في الموضوع، انت عارف الاختلاف ايه؟ الاختلاف واضح وصريح ان البون كان بي بروكن، يعني في كالسيوم وفي فوسفيت، او حاجه اسمها كالسيوم فوسفيت كريستالز وكالسيوم كربونيت، ماشي؟ يعني العظم كان بي بروكن لانه ريجيد، انما الكارتلج فليكسيبل، فليكسيبل تمام، يعني شوك ابزوربشن، يعني لما تروح تلعب هو اللي بيمتص الصدمه. طب هنبتدي بالكارتلج، انواعه ايه؟ في كذا نوع، اي واحده منهم ممكن تجي لك صوره في الاوسكي. النوع الاساسي اللي هو موجود اول اوفر ذا بود اسمه هايلاين كارتلج. اوكي، في نوعين تانيين موجودين في حتت معينه حسب الفانكشن. لو انت محتاج حركه كتير، يعني مثلا يعني ايه حركه كتير؟ بتحرك النك بتاعتك كتير، فلازم الليجامنت بتاعت النك وبتاعت الفرتبرا يكون فيها الاستيك فايبرز كتير. طيب اوستيكيان تيوب اللي هي موجوده لما تيجي تركب طياره، اللي هي بتوصل من الميدل اير عشان تعادل البريشر جوه الميدل اير، يبقى اوستيكيان تيوب لازم يكون الاستيك لانه بيتحرك كتير. اي حاجه فيها حركه كتير لازم يكون فيها الاستيك فايبر. ما احط الاستيك فايبرز مع كارتلج يبقى اسمه الاستيك يلو الاستيك فايبر كارتلج، او اختصارا نقول عليه الاستيك كارتلج، بس الاسم الصح يلو الاستيك فايبر كارتلج. طيب النوع الثالث اللي هو برده موجود في حتت معينه، ده النوع بتاع الاوزان، يعني هو بيستحمل اوزان تقيله. يعني ايه اوزان تقيله؟ بتوين الفرتبرا، ماشي، حاجه اسمها انتر فرتبرال ديسك، ده بيشيل البودي اكسس او كور بتاع البودي. انت مثلا ممكن بتزق كنبه، بتشيل بتاع دبلاب، بتزق عربيه او سياره، بتشيل اوزان، فلازم انا احط الجوينت او كارتلج اللي بتوين الانتر فرتبرال ديسك اللي هو هنا ده. يعني اكبر كده، شوفوا عامله لك هنا بالاحمر اهو، عامله لك بالاحمر ليه؟ لان هو مختلف مش هايلاين، حط فيه كولاجين تايب 1. اوكي، ليه؟ عشان يستحمل ويت بيرنج. يعني ايه ويت بيرنج؟ يعني هيشيل اوزان. هو موجود في حتتين، حته وانا على المستطيل الاحمر اهو، ده الانتر فيرتبرال ديسك. اوكي، والنوع الثاني، النوع التاني او المكان الثاني سوري، السيمفسيس بيوبس. لما تبقى ست بريجننت هنا وشايله بيبي وزنه مثلا 4 كيلو، غير الامنيوتيك فلود، غير البلاسينتا، فلازم احط هنا، وغير البودي كله حتى بدون بريجننس ولا حاجه، سيمفسيس بيوبس ده شايل البودي كله. فالاكزيال جوينت دايما بتبقى فايبر كارتش. مثالين الشهرين سيمفسيس بيوبس والانتر فيرتبرال ديسك، او ما قال عليها بيجي لي مثلا في عارفين نظام الاوسكي بيجي فيه اسئله، فممكن يقول لك هاجي لك مثلا صوره الوايت فايبر كارتش، وبعد كده يقول لك قول لي مثال او مثالين، تقوم قايل له مثال انتر فيرتبرال ديسك والمثال الثاني السيمفسيس بيوبس، وانا رابطها بقى وفاهمها ان هو ده بيشيل اوزان. الموضوع مش حفظ ولا حاجه، انتر فيرتبرال ديسك بيشيل اوزان والسيمفسيس بيوبس بيشيل اوزان، ماشي. الحاجات المعموله بالازرق دي كلها ارتكولار كارتلج، بيبقى هايلاين ارتكولار يعني بين عظمتين يعني. طيب كل الريسبيراتوري كارتلج زي الكوستال كارتلج واللي عند الريبس، كل ده هايلاين اللي هو النوع العادي، يعني كله هايلاين انتل بروفد اذروايز. يعني ايه انتل بروفد اذروايز؟ يعني لا يثبت العكس. شوف اهو كل التراكيه، كل الريسبيراتوري كارتلج هايلاين، يبقى اول اوفر ذا بودي الهايلاين هو الاساس. بحط بس الوايت فايبر كارتلج في الحتت اللي بتشيل اوزان. اوكي، طب الالاستيك قلت لك في الحتت اللي فيها موفمنت كتير زي الاير والاير بينا والاوستيكيان تيوب والابيجلوتس. ايه الابيجلوتس ده؟ اللي هو لسان مزمار. ايه يعني لسان مزمار؟ يعني اللي هو انت حضرتك لما تيجي تبلع ريقك ما ينفعش الدايجيشن او الدايجستيف ماتيريال تخش الريسبيراتوري سيستم، فلازم يكون الابيجلوتس ده يقفل الريسبيراتوري سيستم. فشوف بقى بيتحرك كام مره، كل ما تيجي تبلع ريقك او تاكل حاجه يقوم قافلها، فمحتاج حركه كتير، فلازم ده حطه له الاستيك. وانت حظك سعيد ان هما كل الالاستيك اولهم ايه؟ هتلاقيهم ابيجلوتس، اكسترنال اوديتري ميتس، اوستيكيان تيوب، اير بينا، كلهم هتلاقيهم الاستيك فيهم حركه كتير وحولهم حرف ايه بالصدفه البحته يعني. ماشي، يبقى ده ثلاث انواع. اوكي، عرفنا ثلاث انواع السايتس. ماشي، يجي سؤال في الاوسكي، يجي سؤال في الاوسكي يقول لك كل السايتس، طب استراكشر بقى الهيلاين موجود فين؟ صحيح، اقول اوفر ذا بودي بقى، احنا قلنا امثله الارتيكولار يعني بين عظمتين،
الكوستال كارتلج اوكي يعني اللي عند الريبس، برونكاي والتراكيه، كل الريسبيراتوري كارتلج ما عدا الابيجلوتس اوكي، كل الفيتس كارتل، كل الفيتس سكيلتون قبل ما يكون بون، الابيفيزيال بليت اللي هو الحته اللي بتكون لونج بون، كل ده هاي لاين اللي هو النوع العادي كونفنشنال اول اوفر ذا بودي اوكي. بيجي لك صوره زي دي مثلا، الصورتين دول مثلا ده الاستراكشر بتاعه بالميكروسكوب. طيب بيكون من ايه؟ لما يجي لك صوره زي دي في الامتحان ويجي لك الاسهم وتشاور ويقول لك ده ايه وتقول له السايت والحاجات دي، انت عارفين طبعا نظام الاوسكي من السنه اللي فاتت. قبل ما اكمل بس يا جماعه، الصوت واضح معايا؟ يعني انتوا سامعيني؟ اي سامعني دكتور، سامعيني. اه ماشي، دايما كده ادوا فيدباك عشان بحس ممكن النت يفصل حاجه، نكون عارفين بس. طيب نكمل. هيجي لك صوره زي دي، انت عارفين النظام طبعا في البتاع ده في الاوسكي، بيجي لك صوره اوكي ويقوم حاطط لك عليها ايه 3 4 5 اسئله، كله شفوي او اورال، انت ما بتكتبش حاجه. طيب هيجي الاستراكشر ده لازم يتعرف بقى، تعرف الصوره دي بتكون ايه. الموضوع سهل جدا، انا حتى مرقمها لك، هو 1 2 3. ايه بقى 1 2 3 ده؟ بره في حاجه اسمها بيروكوندريا، ده الغشاء الخارجي اللي هو اللي مكتوب عليه رقم 1 ده، اللي هو ده. ايه يعني بيروكوندريا؟ كبسوله او ممبرين، فاسكولار ممبرين. فايدته ايه؟ فايدته اهو ان هو بيدي كونكشن ونيوتريشن وسبورت، ماشي. اللي جوه بقى ده هو الاستراكشر بتاع الكارتش. طيب البيروكوندريم ده في انر لاير اللي هو اللي هي الخلايا الموجوده هنا دي، اسمها انر كوندروجينيك لاير، دي اللي هينمو منها الخلايا الكبيره دي اللي اسمها كوندروسايت. طب الكوندروجينيك لاير ما بتديش كوندروسايت على طول، بيبقى في الاول في لاير طبقه بره اللي هي دي مجموعه خلايا كده اسمها كوندرو بلاست، يبقى بتمشي في 3 مراحل، كوندروجينيك لاير اللي هي الخلايا اللي بره خالص، وبعد كده كوندرو بلاست اللي هي دي، وبعد ده كوندرو سايت. ايه الفروقات؟ اهم حاجه كوندرو سايت اللي هي المنتج النهائي ده، هي دي الخليه الاساسيه بتاعت الكارتج، بتكون الكارتج ماتريكس، بتكون اللي هو الزرقان اللي ورا ده، في حاجه لون ازرق اهو ورا ده، ده اسمه كارتج ماتريكس. ده بيتكون ازاي؟ بيتكون من الخلايا دي. لو انت لاحظت في حاجه حلوه قوي، كل الخلايا دي معظمها موجود في جروبس، ساعات تلاقيهم اثنين، ساعات تلاقيهم 4 أو 8، ده اسمه سيل نست. يبقى انت تحلف هنا ان الكارتلج سيل كان ديفايد، عكس كمان 5 دقايق بالظبط هم قايل البون سيلز كان نوت ديفايد. يبقى دي اول حاجه هتعرفها ان الكارتلج سيل كان ديفايد، والدليل اهو انت شايف يجي 7 8 مع بعض، 8 8 اربعات أو ساعات اتنينات، يبقى كان ability to division اوكي. يبقى ده رقم 1 كوندور سيل كان ديفايد. كمان دقيقتين هقول لك الاوستو سيل كان نوت ديفايد. فايده الكلام ده ايه؟ انها دي هتتكاثر فهتدي جروس، كارتلج هيكبر وتدي ماتريكس اللي هي دي. الماتريكس دي ايه؟ ثابته. يعني ايه ثابته؟ فيها حاجه اسمها جاج، جاج اللي هو انتوا بتاخدوه في البايو، سلفيتد جلوكوزا ماينو جلايكان كوندروتين سلفيت، بس نقطه من اول سطر، وجلايكو بروتين وبروتيو جلايكان. طب في حاجات تانية، كولاجين. كولاجين هنا النوع الرقيق او الخفيف اللي هو كولاجين تايب 2. طب ساعات بحط 1؟ بحط 1 لو انا عايز اوزان انتر فيرتبرال ديسك والسيمفيسس بيوبس اللي هي بتاع الاوزان اللي هو فايبرو كارتلج، وفي الالاستيك احط الاستيك. يبقى انت مخك لازم يكون مالي يا بود. الهايلاين انا بحط له تايب 2 كولاجين. امتى احط تايب 1؟ في الوايد فايبرو كارتلج اللي هو بيشيل اوزان اللي هو في السيمفيسس بيوبس والانتر فيرتبرال ديسك. امتى احط الاستيك؟ في الالاستيك اللي هو الاي اي 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 الاير بينا استيكيان تيوب اكسترنال يوترين ميتاس ايبيجلوتاس، احط الاستيك فايبرز. اوكي يا جماعه، عيد تاني بره، يشاور لك على ده تقول له بريكوندريم، يشاور لك على ده كوندرو بلاست، وفي لسه خلايا اصغر اسمها كوندروجينيك سيلز، خلايا كبرت وعملت سيل نست يعني مجموعه خلايا يبقى اسمها كوندرو سايت. كل الخلايا دي لو انت لاحظت في فراغ حواليها صغير اهو متشاور عليه بالسهم، السهم ده مشاور لك على فراغ. الفراغ ده مش حاجه كده اعتباطيه، لا، الفراغ ده اسمه لاكيونا، لاكيونا لازم الاسم ده تعرفه. لما الاقي اللاكيونا ده يبقى انا جوه بون او كارتلج. ابص على ماتريكس، ماتريكس زرقاء يبقى انا جوه كارتلج، ماتريكس حمراء يبقى انا جوه بون. يبقى انا مشيت اهو لقيت في سبيس، يبقى دي كوندور، يبقى دي لاكيونا، ماشي، يبقى انا في بون او كارتلج. الماتريكس زرقاء يبقى انا احلف ان انا فين؟ في كارتلج، وبالذات الهايلاين كارتلج، واتاكد في سيل نست يعني في الخلايا موجوده 4 أو 2 أو 8، يعني معناه ability to cell division. اوكي، الماتريكس دي على فكره افاسكولار. يعني ايه افاسكولار؟ ما فيش فيها بلاد فيزل. هتقول لي طب ما هو كده الكارتلج هيموت. لا مش هيموت، ليه؟ ما
ما انت عندك من بره اهو فيه بيغذي من البريكوندريم ده، في بلاد فيزل هنا في الكونكتيف تيشو يقوم باعت له الغذاء، وفي ساينوفيال ميمبرين وفي ساينوفيال فلويد. لما تيجي تاخد في الجوينت الاستراكشر بتاعه انت عارف ان في حاجه اسمها ساينوفيال ميمبرين وساينوفيال فلويد. في ساينوفيال فلويد ده برضه بيشيل الجلوكوز والاكسجين، وبعدين البلاد فيزل نفس الكلام. بس لما يحصل اولد ايج او فريكشن يحصل الديزيز الشهير اكيد سمعتوا عنه لان انتوا كبرتوا دلوقتي، اللي هو الاوستيوارثرايتس او بالبلدي كده اللي هو الخشونه. ايه يعني الخشونه؟ يعني اللي هو الواحد مع الاولد ايج يحصل ديجنريشن للكارتلج ده، يعني ما يوصلوش دم كويس، ما يوصلوش، يحصل كالسيفيكيشن. هنا ما كانش فيه كالسيوم عكس البومب بيبقى فيه كالسيوم، اوكي ما كانش فيه كالسيوم. فيبدا بقى تسمع ايه، واحد يجي يقوم يصلي او يجي يلعب كوره يسمع ركبته بتطقطق، اللي هي بنسميها بالانجليزي او بالميديكال تيرم يعني الكريبتس. ماشي، ده في الباثولوجي لو حصل اوستيوارثرايتس، انما في الطبيعي مفيش كالسيوم مفيش كريبتس مفيش اوستيوارثرايتس في الجوينت الحلوه واحنا صغيرين كده، مبقاش في اي حاجه من دي. تبدا بقى تكبر والوزن يزيد، فريكشن يزيد، كالسيفيكيشن يحصل، يقوم حصل نيكروزس، يعني ده يموت هنا، الخلايا دي تموت ما تتكونش تاني، مفيش بلاد فيزل، يحصل كالسيفيكيشن يبقى بيرمننت. تيجي بقى اي حضرتك او يعني بعد يعني عمر طويل ان شاء الله تلاقي الركبه تبدا تعمل، بالذات بيحصل في الركبه طبعا وفي الهب، يحصل اللي هو الايه كريبتس او الاوستيوارثرايتس. انما في الطبيعي مفيش كالسيوم تمام. هتقول ومفيش بلاد سبلاي، بلاد سبلاي بيجي من بره من البريكوندريم وبيجي من الساينوفيال فلويد والساينوفيال ميمبرين. اوكي يا جماعه واضح؟ ادوني فيدباك سامعني تمام. طيب دايما انت عارفين ماده الهيستولوجي واغلب المواد، يعني معظم المواد ان لم يكن كلها هيستولوجي اناتومي اسمه، حتى البايوكيمستري والفيسيولوجي لازم يكون معاك فيجرز حلوه، يعني صور حلوه. وانس ان في صور حلوه هتقوم جايب النظري كله، وهتقوم جايب لما تيجي تذاكر الحاجات دي بعد شهر بعد شهرين هتفتكرها على طول، لان الموضوع ثابت على الصور. اوكي، فخلاص احنا ما فتحناش اهو الكلام النظري كله على الشمال، هتلاقينا قلناه الاستراكشر، يقول لك كل الاستراكشر تقول البريكوندريم اوتر فايبرس لاير، اوكي، وينر كوندروجينيك لاير، الماتريكس اللي هي دي كولاجين تايب 2، اوكي، جاج اللي هو سلفيت جلوكوزا ماينوجلايكان عباره عن كوندروتين سلفيت، جي بي اللي هو جلايكوبروتين، كارتلج سيل انسايد لاكينا، وانا وريت لك اللاكينا هي اللي هي السبيس اللي حوالين الخلايا ده، اوكي، مي فورم سيل نست، انت عرفت سيل نست يعني اكتر من خليه، ده معناه ان هو ايه بتتكاثر. نفس الكلام اهي، ها بريكوندريم البي انر كوندروجينيك لاير، ماشي، وبعد كده كوندرو بلاست، اوكي، تبقى خليه وبعد كده الخلايا تبقى تكتر وتخش لجوه تعمل اثنين مع بعض او اربعه مع بعض، سيل نست اسمها كوندروسايت، والماتريكس اهي لونها ازرق وفيها الايه كولاجين تايب 2. يجي لك المنظر ده تقوم قايل ده هايلاين كارتلج، قول لي مثالين، تقوم قايل له مثلا كوستال كارتلج، امبريونيك كارتلج، الايبيفيسز او ايبيفيزيال بليت، كل برونكاي وتراكيه، وانت مطمن. اوكي، النوع الثاني اللي هو احنا قلنا عليه، هحط عامل جديد، عامل جديد يا صنافيري، اللي هو ايه بقى يا صنافيري؟ اللي هو الاستيك فايبرز. طب انا حطيت الاستيك فايبرز هنا ليه؟ كترت انا من الاستيك فايبرز عشان الموفمنت، اوكي. طب وانت عايز موفمنت فين؟ حط لك حظك سعيد اهو زي ما قلت لك 4 اي 4 اي، اوكي. ايه بقى ال 4 اي دول؟ ال 4 اي دول اللي هم الحتت اللي فيها موفمنت كتير، اجيبها من تحت لفوق. لما تيجي تركب طياره بتحس ان في الميدل اير البريشر كده قاعد في زغزغه كده في ودنك، دي بتيجي من الايه السكن تو، بتقعد تفتح وتقفل تفتح وتقفل، سبحان الله، عشان تظبط البريشر في الميدل اير بدل ما الدرام ما يفرقع، فدي بتحرك كتير السكن تو. ايه بجلوتس اللي بيقفل اللارنكس، بتيجي تبلع ريقك دلوقتي او تيجي تاكل ساندوتش اللارنكس لازم يتقفل عشان ما يقعش فيه فورم بودي يعمل مشكله. الاير طول النهار بالذات الاب والام والمدرسين يمسكوا دن ولادهم كده ويرسوهم منها، يبقى لازم الاير بينا والاكسترنال ريتس لازم يكون فيهم الاستيك فايبرز كتير. عايز احلف ان ده الاستيك فايبرز، اصبغها بصبغه سودا اسمها فيرهويف ستين اهي، كبر كده عشان تشوف الجمال اهي، هو مش هقول لك عليها بالسهم، كل دي الاستيك فايبرز اهي اهي، ما كانتش موجوده قبل كده في الهايلاين، ربنا حطها عشان يبقى فيه الاستيستي زي الاوبي قلت لك الجلوتس والاستيكيان تيوب والحاجات كلها. تقوم جاي لك الصوره دي تقوم قايل له ديت الاستيك، هو الاسم الاحسن الاستيك كارتج او يلو الاستيك فايبر كارتج مليان الاستيك فايبرز، مثال اهو الاير بينا
ماشي، مثال اكسترنال ديتورنيتس، مثال ايبيجلوتس، مثال اوستيكيان، الفور ايز. اوكي سيم از هاي لاين. العامل الوحيد اللي زاد الايه؟ الالاستيك فايبرز. احلف احلف، حط له ستين سبيشال اسمها فرويف ستين اللي هي السودا دي، بانت زي الفل. التالت، انزل بالتالت بتاع الاوزان. انت بتروح بقى تشيل في الجيم، ولا بتروح بتشيل انبوبه، ولا شوف انت بتشيل حاجات، او بتيجي تزق مثلا العفش عندكم سرير ولا كده. هنا في انترفيرتبرال ديسك وفي سيمفيسس بيوبس، خلاص دي لازم احط لها، ربنا سبحانه وتعالى يحط لها كولاجين تايب 1 اللي هو النوع التقيل بتاع العظم عشان يشيل اوزان. ماشي، ودي برضو انت عارفين لما على السن او لو شلت وزن تقيل غلط او كده بيحصل فيها الايه؟ هنا الديسك برولابس اللي هو ده بيقوم فالت وضغط على السباينال كورد بتبقى مشكله. تمام، معظمنا حتى بيجي له الحكايه دي في الاربعينات وفي الخمسينات لو شال حاجه غلط يعني، برضو عشان الديجنريشن. يبقى موجود فين؟ تقوم قايل له الديسك، الديسك انتر فيرتبرال ديسك. موجود فين؟ سيمفيسس بيوبس اللي هو قفلت 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 الهيب بون. ماشي يا جماعه. طيب بيتكون من ايه بقى يا بيجي لك الصوره الاموره دي؟ ايه اللي ظهر هنا؟ دككته. يعني ايه دككته؟ يعني حطيت كولاجين تايب 1 كتير اللي هو ده النوع التقيل عشان يشيل اوزان، لدرجه ان الكارتلج سيلز نفسها اللي هي جوه لاكيونا دي بقت ماشيه فرو لانها اتحبست، بقت عددها قليل وماشيه فرو لان معظم الاستراكشر بتاعه عباره عن كولاجين تايب 1. ومش هحتاج بقى، انا حطيت كولاجين تايب 1 مش هحتاج بريكوندرين، يعني هو بريكوندرين لان هو الكولاجين تايب 1 نفسه يعتبر كبيريكوندريا نفسه. ماشي، السيلز هتبقى فيو ان رو يعني ماشيه في صف واحد، واتدككت لان حطيت انا كولاجين كتير تايب 1. اهي المفتاح بتاعه اهو، ان روز نو بريكونديام كولاجين تايب 1. دول ثلاث كلمات الايه؟ السريين اللي فيهم. اوكي يا جماعه تمام، نو بريكوندريام ان روز وكولاجين تايب 1 ده هتقول عليه وايت فايبر كارتج اهو، نو بروكوندريم، دنس كونكتيف تيشو، الكوندروسايت بتمشي ان روز سنجل او ان جروبس دي مش قضيه، الكولاجين تايب 1. قول لي اثنين سايت خلاص انت عرفت الانتر فيرتبرال ديسك والايه؟ والايه؟ والسيمفيسس بيوبس. طيب نقطه من اول سطر لحد كده، في اي مشكله ولا كده؟ اوكي الموضوع ماشي سموث اند ايزي. واضح يا دكتور. طيب اللي عنده يا جماعه سواء من الطرفين يعني لو الطلبات عندهم اي مشكله برضو او عندهم اي استفسار او اي اعاده اي كوركشن زي ما بيقولوا كده، اني كوركشن اني اديشن اني اي حاجه اللي عند او اني عاوزين حاجه مش واضحه قولوا. واضح؟ طيب واضح يا دكتور. اوكي ندي بقى ايه، نخش على اخوه. مين اخوه؟ البون. اي كارتلج اخوه؟ البون. اخوه البون. طب البون ده بيتكون من ايه؟ زي كارتلج بالظبط بس فيه بعض الاختلافات. ثانية واحدة بس يا جماعة، ثانية واحدة. طيب معايا يا جماعة؟ معايا؟ معاك. تمام؟ طيب البوم بقى ايه الاختلافات؟ في حاجات متشابهة قوي. الحاجات المتشابهة ايه؟ أول حاجة بره عندنا هناك كان في بروكوندريم، هنا في بروأوستيم، يعني هتشيل كلمة كوندريم وتحط أوستيم اللي هو الغشاء الخارجي، ونفس الكلام بيدي نيوتريشن، بيدي سبورت، وبيدي اتاتشمنت للسراوندنج زي المسل والتندون والليجامنت. بس في حاجة بقى زادت، جوه في كافيتي في العظمه بيبقى فيه ميدلري كافيتي او بون مارو كافيتي، انما في الكارتلج ما كانش فيه بون مارو كافيتي. طيب البون مارو كافيتي ده لايند بحاجه ممبرين، فاسكولار ممبرين اللي هو ده، الفاسكولار ممبرين اللي جوه ده اسمه اندوستيم. ما كانش فيه في الكارتلج حاجه زي كده، يبقى هنا في اندوستيم ده حاجه جديده ظهرت، فاسكولار كونكتد تيشو ممبرين لايننج.
في برو اوستي، والاثنين فايدتهم ايه؟ اوتر فايبرس لاير وفي انر اوستوجينيك لاير. هنا برضو في اوستوجينيك لاير بس مفيش اوتر فايبر. فايدته الجروس والغذاء والاتاتشمنت، هو في هنا اوستوجينيك سيلز. اوكي الخلايا السوداء دي اللي هو مرسمها بالاسود دي اوستوجينيك سيلز. اوكي نفس الكلام بره في اوستوجينيك انر اوستوجينيك سيلز، هي اللي بتتكاثر وبتدي بقى كل الحاجات اللي جوه دي. الحاجات اللي جوه دي اسمها ايه؟ يلا اعرفه دلوقتي. نفس ما قلنا في الكارتج في اوستيوجينيك سيلز هناك في الكارتج كان اسمها كوندروجينيك سيلز. اوكي طيب يعني مكان كوندورو هقول اوستيو. اوكي يا جماعه طيب انر اوستيوجينيك سيل، اوستيوجينيك سيل هتتكاثر وتبدا تخش لجوه، تبدا تدي الخلايا الثانيه اللي هي عامله زي العنكبوت اللي جوه دي، دي اسمها اوستيوسايت. بس ما بتديش اوستيوسايت دايركت، في مرحله ترانزيانت بينهم اسمها اوستيوبلاست. ايه الفرق بين الاوستيوبلاست والاوستيوسايت؟ هنقول دلوقتي. يا في اوستيوجينيك سيلز وفي اوستيوبلاست، وبعد كده تدي المنتج النهائي اللي هو اوستيوسايت. كل دي اسمها بون فورمينج سيلز، يعني خلايا بتكون عظم. هتكون عظم اللي هو ايه؟ الماتريكس او اللاميلي اللي هنا دي. ايه اللاميلي بقى او الماتريكس دي؟ عباره عن نفس الكلام كولاجين بس تايب 1. اوكي معاه جلايكوبروتين، معاه جلوكوزا ماينو جلايكان اللي هو كوندورتين سلفيت، بس هضيف حاجه ما كانتش موجوده في الكارتلج اللي هي قلت لكم عليها اللي هتدي الريجيديتي. اوكي اللي هو كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونات. اوكي ما كانش اللي هو ان اورجانيك بارت اوف ذا ماتريكس. في الكارتلج ما كانش فيه كده، الكارتلج بس كان كولاجين وجلوكوزا ماينو جلايكان وجلايكوبروتين. هنا في البون نفس الكلام بس هزود حاجه اساسيه اللي هي كالسيوم ان اورجانيك بارت، كالسيوم فوسفيت كالسيوم كربونات كريستالز بيتمثل 50% وفي الماتريكس. بيجي الكلام ده كله منين؟ من الاوستيوسايت والاوستيوبلاست. ماشي طيب لو انت اللي بصيت مثلا في العظم، ايدك اليمين هتلاقيها زي ايدك الشمال، الفور ارم اليمين زي الفور ارم الشمال، الساي اليمين زي الساي. ايه اللي بيخلي العظمه اليمين شبه العظمه الشمال؟ بيحصل ريموديلنج يعني صنفره او العظم الزياده بيتاكل. مين اللي هياكل بقى؟ بون ايتنج سيل او بون ريزوربنج سيل، حاجه اسمها اوستيوكلاست. اوستيوكلاست دي اللي بتاكل العظم الزياده في عمليه اسمها ريموديلنج او ريزوربشن، بتحصل اثناء الجروث وبتحصل اثناء الهيلينج والفراكشر. اوكي يبقى في بون فورمنج سيل هي اوستوجينيك سيلز ولنا اوستوجينيك لاير واوستوبلاست واوستوسايد، وفي اوستيوكلاست. اوستيوكلاست دي بون ايتنج سيل او بون ريزوربنج سيل عشان تعمل ريموديلنج او ايه تاكل الاكزيس العظم الاكزيس. معانا يا جماعه ولا ايه؟ ولا انتوا صرحتوا؟ معاك يا دكتور. والشطر، شطر الطلبات معانا؟ ايوه معاك. طيب ركزوا. ايوه معاك. طيب ادوني دايما فيدباك كده عشان ايه ما تسرحوش. بس يبقى تاني بريوستيان بقى مش بروكوني، وزودنا هنا اندوستيان، اوتر فايبرس لاير، هنا اوستوجينيك لاير، وهنا اوستوجينيك سيلز تتكاثر تتكاثر تدي اوستيوبلاست، تكسر زياده تدي اوستوسايت. اوستوسايت اتكونت انسايد لكنه كان نوت ديفايد، عكس الكوندروسايت. يعني اوستوسايت وانس انها اتكونت كان نوت ديفايد، مفيش بقى سيل نست ولا واحده، لا كل واحده لوحدها في اللكنه بتاعتها، عكس الكوندروسايت كان ممكن تلاقي 4 8 السيل نست، انما هنا كل واحده لو ركزتي هتلاقي كل واحده لوحدها. طيب في نوعين من العظم اساسيين. النوع اللي شايفينه ده متدكك، يعني ايه متدكك؟ مفيش سبيسز خالص، كله ماتريكس وسيلز، ماتريكس وسيلز، ماتريكس وسيلز. لما الاقي المنظر ده اسمه كومباكت بون، كومباكت بون. اوكي مفيش غير بس في السنتر كافيتي هو اللي هو مدلر كافيتي، او هنا بنسموه هافيرشيان كانال اللي جوه بلاد فيسل. هافيرشيان هو العالم اللي اكتشفه كده، اسمه هافيرشيان كانال. اوكي طيب ثانية واحدة يا جماعة.
ماشي معايا يا جماعه؟ معاك دكتور. ايوه كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان مفيش كافيتيز موجوده خالص، كله متدكك، اسمه كومباكت بون، ما عدا في كافيتي اللي هو بون مارو كافيتي اللي موجود في السنتر ده، هنا بيسموها فيرشن كانال. فيرشن كانال جواه بلاد فيزل اهو. ماشي؟ طيب فيرشن كانال ده اللي جواه بلاد فيزل، حواليها حاجه دواير دواير دواير، ادي اللاير الاولانيه اهو، دايره اهي وبعدها دايره ثانيه، دي اسمها كونسنتريك بون لاميلي، يعني دوائر من بون لاميلي، ادي دايره وبعدها دايره وبعدها دايره، اسمها كونسنتريك بون لاميلي. اوكي؟ اللي بره الدوائر اللي بره دي اللي تحت البريوستيوم على طول بنسميها اوتر سيركمفرنشال لاميلي. الدوائر اللي جوه دي اللي حوالين الاندوستيوم اسمها انر سيركمفرنشال لاميلي. الدوائر اللي حوالين الكنال دي بنسميها هافيرشن سيستم او كونسنتريك بون لاميلي، اللي هي دي. ماشي؟ الدوائر اللي بين هافيرشن سيستم وهافيرشن سيستم زي ده وده، في دوائر بينهم كده اسمها انترستيشال لاميدلي. انترستيشال لاميدلي يبقى في ثلاث او اربع خمس انواع من لاميدلي، الاولانيه اوتر سيركمفرنشال تحت البريوستيم، والثانيه انر سيركمفرنشال تحت الاندوستيم، وفي كونسنتريك اللي حوالين الهافيرشن كانال او الهافيرشن سيستم اللي هي دي، وفي انترستيشال بتوين هافيرشن سيستم وهافيرشن سيستم في اسمها انترستيشال. ماشي؟ بون لاميلي يعني ايه بون لاميلي؟ بون لاميلي عباره عن اللي هي دي الاستراكشر بتاعها حاجتين، بون سيلز اللي هي الاوستوسايت انسايد لاكونا، وكولاجين. كولاجين وبون ماتريكس، يعني كولاجين اللي هو الاورجانيك بارت، والانجانيك بارت اللي هو كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونات. يبقى بون لاميلي تاني ريجولار، خلي بالك دي ريجولار. طيب لا ده النوع اللي هو كومباكت بون. لو انا شلت بقى المنظر ده كده وعملت الريجولار بون مارو سبيسز، يعني المدلر كافيتي اللي كان صغير ده، حطيت الريجولار بون مارو سبيسز كتيره كتيره كتيره، وبقى الريجولار ما عادش فيه لاميلي زي دي، الريجولار ترابيكولي وبارز، هيبقى اسمه كانسيلس او سبونجي بون. كانسيلس او سبونجي بون، يبقى في نوعين بون، النوع اللي قدامي ده اسمه كومباكت لانه متدكك، وريجولار يعني ايه ريجولار؟ في ريجولار بون لاميلي، يعني ايه بون لاميلي؟ اوستوسايت انسايد لاكونا وكارتليج، وسوري والاوستوسايت انسايد لاكونا والماتريكس. ماشي؟ طيب طيب الاستراكشر اوف بون بيتكون من ايه؟ خلاص احنا اتكلمنا عن بروستيوم، اتكلمنا عن اندوستيوم، اتكلمنا عن بون سيلز، اوكي، واتكلمنا عن ماتريكس. واحده واحده بقى بالتفصيل الكلام اللي احنا قلناه. صور برضو اهي الاوستوسايت اهي دي مثلا انسايد لاكنا، تلاقي فيها بروسيسز. البروسيسز دي فايدتها ايه يا جماعه؟ البروسيسز دي فايدتها كالسيوم هيموستاسيس. الو سامعيني يا جماعه؟ سامعيني يا دكتور. طيب انتوا الحاله يعني انا بدي طبعا بي بي ال بس ثانيه، في ثالثه الحاله اكيد، انا مش عارف فيه ولا بس اكيد فيه، يعني هل عندكم حاله على الاوستيوبروسيس؟ اكيد فيه ولا ايه؟ ما عندكوش؟ لا دكتور، جلطة في المخ. الاستروكات صح؟ صحيح يا دكتور. ايوه طيب ماشي. المهم يعني انتوا عارفين او هتعرفوا سواء في حاله بعد كده او يعني هتاخدوها تاخدوها، ما هو عندنا في الميديسن يعني هتروحوا فين؟ ان الكالسيوم بيتحرك. يعني ايه بيتحرك؟ عندنا احنا قاعدين مثلا دلوقتي في القعده دي 30 واحد او 40 واحد او 100 واحد او ما اعرفش عدد كام بالظبط، لو احنا رحنا قسنا الكالسيوم عندنا كلها هتلاقيه من 9 ل 10 ملي جرام بير ديسيليتر. طب او من 9 سوري ل 11. ايه اللي مخليه 9 ل 11؟ مفيش واحد يبقى عنده 7 وواحد عنده 15 في الطبيعي طبعا، يعني ان بيبقى في حاجه اسمها كالسيوم هيموستاسيس. وانتوا عارفين كلمه هيموستاسيس الفسيولوجي، الاخوه في الفسيولوجي قالها لكم زمان، معناه البالانس، بالانس في الكالسيوم. اللي معنى بس في الكالسيوم الخليه الحلوه دي تقعد تحرك الكالسيوم في الشراشيب دي اللي هي الفايبرز دي او البروسيس دي، تبدا شوف بين كل خليه وخليه تبدا تنقل الكالسيوم، ادي واحده اهي وواحده اهي، عن طريق البروسيس دي تبدا تنقل الكالسيوم وتقوم نقلها عن طريق البلاد، رايح راجع رايح راجع، حسب ايه؟ حسب الحاجه، حسب في فراكشر ولا ما فيش، في اندر كنترول اوف ايه. طبعا انتوا عارفين في تو ريجوليتور اساسيين اللي هو كالسيتونين والاي بي تي اتش، هيتحرك فين؟ جوه الاكسون دي، او سوري مش اكسون، بروسيس، جوه كانالكولاي وبروسيس، ده كله في الاوستوسايت. طيب نكمل، خلاص انت عرفت خلاص هافيرشن سيستم وهافيرشن كانال واوتر سيركمفرنشال لاميلي
inner circumferential lamellae, outer circumferential lamellae, interstitial lamellae, concentric bone lamellae, ودي الانترستيشن او دي اسمها فيرشن سيستم. اوكي ودي اسمها فيرشن كانال. يجي لك بقى صوره زي دي. ركز معايا بقى، ده هو الايه الفوله او اللي انتوا عاوزينه بتاع الايه الاسكي. طيب انا قاعد زي الباشا اهو في الاسكي، جالي الصوره زي دي اللي على اليمين دي. انا عايز اقول دي ايه؟ هتبص على السهم ده، السهم ده مشاور على ايه؟ حد كده يكون لماح ويقولها بسرعه، سواء من اي شطر طلبات او طلاب. السهم ده مشاور على ايه يا جماعه؟ ماتريكس. حد عنده راي تاني؟ طب المربع ده مش مشاور على ايه؟ المربع ماتريكس. ماتريكس السهم لكنه. الله ينور عليك، برافو رهف. السهم ده مشاور على اللكنة. انت مخك لازم يكون متبرمج. يعني ايه متبرمج؟ لقيت لكنة يبقى انا بون او كارتلج. اوكي ابص على ماتريكس، دي زرقاء ولا حمراء؟ حمراء. طيب بون. لو هي نفترض انها زرقاء تبقى ايه؟ كارتلج. كارتلج. هي دي كارتلج دلوقتي ولا حمراء؟ حمراء بون. يبقى بون. فهمت اللعبة؟ دي في حياتك عامة. يعني أنا أجيب لك أي شريحة دلوقتي، أي شريحة في الباثولوجي، في الهيستولوجي، أي شريحة. أوكي؟ وأنت تقوم باصص تعرف لي ده بون ولا كارتلج بحاجتين. أول حاجة فيه اللاكنة، طب اللاكنة مش هتعرف تفرق دي، وتعرف طبعًا تقول دي أوستوسايت لأن مش موجود فيها سيل نست. أوكي؟ عايز تتأكد تبص على الماتريكس. تلاقي بقى الأستيويد اللي هو اللون الأحمر ده على طول أسيدوفيليك، يبقى ده فورًا بون. لو هو أزرق يبقى أنت كارتلج. الحاجات دي مهمة على فكرة، الكلام ده مهم جدا. عارف ليه؟ أقول لك أنا مثال هو مش ريليتد أو ريليتد برضه هتاخدوه. في عندنا في الميديسن بيجي لك واحد عنده ميتس أوف أنون أوريجين. عارف يعني إيه ميتس أوف أنون أوريجين؟ حد عارف من الشاطر من الشاطرين الطلاب أو طلبة أو طلبات؟ ها؟ مش عارفين؟ خدتوهاش في أي حالة؟ حد كده يقول لنا يعني إيه ميتس؟ يعني ايه ميتس؟ محدش عارف؟ اللي هو ميتاستاسيز، يعني عنده سبريد اوف تيومر مثلا في الليمف نود، وتقوم انت مش عارف البرايمري جاي منين، فتقوم واخد عينه مثلا من الليمف نود وتقبصها تحت الميكروسكوب، لقيتيه بون يبقى ده جاي من بون، لقيتيه كارتلج هتقوم قايل ده جاي من كارتلج، هتقول ده مثلا اوستيو ساركوما او اوستيو او كوندرو يعني كده او كوندرو ساركوما. يعني قصدي تحددي الاوريجين اوف تيومر لما لو انت عارفه شكل التشو. حد فاهم قصدي؟ فاهمين؟ يعني لما الاقي الخلايا دي موجوده يبقى ده على طول اوستيوساركوما. يعني البون يعني هو جاي له الميتس من حاجه من كانسر في البون. لو لقيت هنا كارتلج وسيل نست اقول ده عنده كوندروساركوما مثلا. يعني انا بقول لك اهميه الحاجات دي انت عارفه تكوني عارفه شكل التشو، لان شكل التشو بيفرق في حاجتين. اول حاجه في الامتحان اللي انت عايزه تجيب الفول مارك. الحاجه الثانيه ان انت لو هتطلع بتاعه باثولوجي او ليك في قصه نعرف السبريد جاي منين او الميتس جاي منين. اوكي معانا يا جماعه؟ بحته بس زياده كده عشان ايه تكونوا عارفينها. اللي بره ده اسمه بيري اوستيوم ولا ايه رايكم؟ ده ايه اللي اسمه بريست بروست؟ نفس الكلام الليارين. اوكي لير الاولانيه اوتر فايبرس لير تدي اتاتشمنت وبلاد فيزل وكل حاجه. اللير اللي جوه انر اوستيوجينك لير ديفايد وبعد كده تدي اوستوبلاست. اوستوبلاست اللي هي دي. اوستوبلاست دي ما تكونش لسه اللكنه اتكونت، لو انت بصيت مش هتلاقي سبيس. وانس اللكنه اتكونت واتحبست جوه اللكنه يبقى اسمها اوستوسايت. اوستوبلاست دي كان ديفايد هتلاقي عددهم كتير ومفيش لكنه. وانس ان عددها بقى واحده بس جوه لكنه بس وكان نوت ديفايد يبقى اسمها اوستيوسايت. يبقى تاني الفرق بين اوستيوبلاست كان دي كان ديفايد دي كان نوت ديفايد دي نوت انسايد لكنه دي انسايد لكنه وكلهم بيجوا من بعض. يعني اوستيوسايت دي بتيجي من اوستيوبلاست وكلهم لهم نفس الفانكشن انها بتدي الماتريكس وبتدي الايه الكالسيوم كربونيت. كل ماتريكس سواء كولاجين او كالسيوم كربونيت. اوكي اندوستيم خلاص اللي هو اللاين بون مارو كافيتي بيكون استروجينيك سيل اللي هو اللي كان جوه ده استروجينيك سيل و اوستوبلاست. البون ماتريكس
البون ماتريكس عبارة عن ايه؟ احنا قلناها كولاجين تايب ايه؟ 1 ولا 2؟ 1 وجلوكوزامين وجلايكان اسمه كوندروتين سلفيت وجلايكوبروتين، ده كله بون ماتريكس اللي هو الاحمر اللي ورا ده. ان اورجانيك بارت عبارة عن ايه؟ 50% عبارة عن ايه؟ كالسيوم ايه؟ فوسفيت وكالسيوم كربونات ماشي؟ ميلي كالسيوم فوسفيت اوكي؟ في حاجات تانية في مغنيسيوم وفي حاجة بس اساس كالسيوم فوسفيت وكالسيوم كربونات اوكي؟ ده اللي مدي الهاردنس او ريجيديتي بتاع البون. لاميلي يعني ايه لاميلي؟ احنا قلنا يعني ريجولار كونسنتريك بون لاميلي اللي هو المنظر انت شايفه ده في الكومباكت بون كونسنتريك بون لاميلي. كان في اوتر سيركمفرنشال لاميلي انر سيركمفرنشال لاميلي انترستيشال لاميلي. الماتريكس في البون فاسكولارايز فاسكولار انما عكس الكارتلج في الكارتلج افاسكولار. وعشان كده عمرك ما سمعت واحد يجي له خشونه في العظم. خشونه في العظم ايه؟ هو مفيش حاجه اسمها خشونه في العظم، هو العظم خشن طبيعي وفاسكولار طبيعي. انما الكارتلج لا بيجي له اوستيوارثرايتس. ليه؟ لان هو افاسكولار ومع الاولد ايج زي ما احنا قلنا بيحصل فريكشن وبيحصل كالسيفيكيشن فبيتحول الكالسيوم وما فيش فيه فاسكولاريتي. ده فكرت انما هنا فيه فاسكولاريتي اوكي. طيب لما اشوف الخلايا وانتوا تقولوا بقى دي ايه وليه، حد يقول يا جماعه ستي سايد انها لحالها ماتريكس يعني لحالها؟ لا وجوه لاكيولا مش ماتريكس ماشي، هي بتكون الماتريكس اللي حواليها. طب ودي ستي بلس ليه عشان مكتوب عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعه؟ حد يقول ما هي جوه لاكيونا؟ ما دخل الماتريكس. الله ينور عليك، مفيش فيها لاكيونا تمام، وموجوده في الانر لاير اللي هي بتاعه بون مارو كافيتيز والاندوستيوم. هتبدا تتكاثر وتبدا تدي اللاكيونا. ثانيه واحده تمام تمام يا جماعه. يبقى ده الفرق بين الاوستوسايت والايه والاوستيوبلاست. في خليه كبيره اهي، واحده اهي وواحده ثانيه اهي، اتنين اهم دي ودي. ايه دي بقى؟ اوستيوبلاست اللي هي بون ريزوربنج او بون ايتنج سيل اللي هي بتصنفر. شايفين الحته دي؟ هي واكله منها حته اهي، عملت حفره. الحفره دي اسمها هاوشيب سيلاكيولا اوكي. والخليه دي اسمها اوستيوكلاست بون ايتنج سيل. هتلاقي اسيدوفيليك يعني حمراء ومالتي نيوكليتد وجاينت سيل حوالي 20 30 مايكرون. عدد النيوكلياي بتاعتها يوصل من 5 ل 40 او حتى 50 وجاينت سيل اوكي. يعني ايه جاينت سيل؟ يعني كبيره. وبتاكل بقى، بتاكل ازاي؟ في لايزوزوم وفي ميتوكوندريا بتقعد تاكل في الحته دي وتسيبها. شوف الحته البيضه ازاي تحتها، انها بتعمل لايسيس للبون، تصنفر البون. دي اسمها اوستوكلاست او بون ايتنج سيل او بون ريزوربنج سيل تمام. يبقى السيلز ثلاثة، بون فورمينج اللي هي اوستوجينيك اوستوبلاست اوستوسايت، بون ايتنج اللي هي مين؟ بون ايتنج اللي هي مين؟ اوستوكلاست كلاس ماشي اوكي. طيب قال لك اهو الفرق، احنا قلنا ديت ايه وديت الاوانيه دي اللي علامه المستطيل دي استيبلاست عشان مش عايز لك. الله ينور عليك. واختها دي استيبلاست عشان لك بس. يبقى كده الرساله وصلت اهي، نص راوندد باي لاكونا على البودي سيرفيس، بتعمل كل الماتريكس سواء اورجانيك او ان اورجانيك، كولاجين يعني وكالسيوم. تيجي لك صوره زي دي تقوم قايل له شاور لك عليه تقول له اوستوبلاست، تقول له دي سايت، ويخش معاك بقى في الكلام اللي احنا قايلينه ده. فانكشن نفس الكلام ماشي، نفس الكلام. اوستوبلاست الكبيره دي جاينت سيل ولون اسيدوفيليك وعامله هاوشيبس لاكيونا يعني عامله حفره تحتها اسمها اوستوكلاست اوكي. الاوستوسايت اهي انسايد لاكيونا، نفس الكلام تعمل الماتريكس والكالسيوم وانسايد لاكيونا اللي هو الجروب ده كان نوت ديفايد، يعني كل واحده لحالها.
ولها بروسيسز، كل واحدة بتتصل مع أختها ببروسيسز هي تمشي في الكنال كلاي. فايدة البروسيسز إيه؟ حد كان مركز يقول لي فايدة هيموستيز. الله ينور عليك يا فارس. كالسيوم هيموستيزيس يعني بالانس للكالسيوم. زي انت الوقت رحت خدت سبلمنت كالسيوم، الكالسيوم يعلى في الدم، ما ينفعش الكالسيوم يعلى في الدم لان ده صوت او مينرال لازم يكون حاصل له هيموستيز، لان لو علا او قل تبقى مصيبه. لو زاد عن 11 تبقى مصيبه، لازم تعمل ادمشن للعيان وتدي له فلويد وانترافينس فلويد ودايوريتك. ولو قل عن 9 وبالذات لو وصل ل7 تبقى مصيبه سوداء، لان ده هيبقى حاجه اسمها تيتاني. اوكي، برضو ده يحصل له مشكله كبيره، لازم بسرعه تلحقه وتدي له كالسيوم جلوكونيت. يعني لازم يحصل دي من المينرالز زي البوتاسيوم زي الصوديوم، لازم يكون الليفل بتاعها ثابت. اوكي اوكي دكتور، لكن هي الفراغ اللي حوالين الاستيسايد يعني كده تقول ايه؟ اللاكني هذه هي الفراغ اللي حوالين الاوستيسايد. ايوه، ما هي اللاكنه هي الديفينيشن بتاعها كده، ذا سبيس اراوند اوستيسايد. هي بالظبط زي ما انت قلت. ماشي، حتى هو الكتب الادبيه تقول لك ايه؟ امبريزوند. شوف اللفظ حلو، هيقول لك يعني اتحبست في امبريزوند انسايد. يعني لما الاوستوبلاست دي وانس انها امبريزوند يعني اتحبست في سبيس بيسميها اوستيسايد. بتتكتب كده في الكتب يعني. اوكي طيب، الكلاست بقى دي خلاص اختنا وعرفناها، الكلاست اللي هي دي، ها، مالتي نيوكليتد جاينت سيل هاوشيبس لاكنا، يعني عامله حفره اهي، كاتب لك عليها حرف اتش اهي. اوكي، الحفره اللي تحت دي عامل لك عليها حرف اتش اهي. ماشي، اهي الحفره دي اسمها ايه؟ هاوشيبس لاكنا دي، والبتاع القلبوزه الكبيره دي هي الايه؟ هي الايه؟ اوستيوكلاست. والنيوكلياي بتاعتها كام؟ شوفي قد ايه؟ عدي بقى، مالتي نيوكليت والسيتوبلازم اسيدوفيل. اوكي؟ يعني يقول لك صوره زي دي يشاور لك على اي خليه تبدا تبدع بقى، تقول دي ايه؟ دي ايه؟ طيب فايدتها في كلمه واحده مش كلمتين؟ ها؟ فايدتها ايه يا جماعه؟ تفلتر يا دكتور، يعني تضبط الكاش. لا لا لا، الكلمه الحلوه تصنفر، مش تفلتر، ده بالبلدي بالانجليزي او ساينتفك ريموديلنج او ريزوربشن. اوكي، ريموفال برضو اكسس بون او ديبرس بعد الايه هيلنج اوف فراكشر، يعني تاكل العظم الزياده تصنفره. اوكي، اي صوره من دي تجي لك تبدا تبدع فيها. العظم نوعين، المدكك كومباكت والسبونجي اللي هو فيه فراغات. طيب ده اللي هو سايتس وده اللي هو سايتس. اهو احنا قلنا اهو مفيش غير بس هافيرشن كانال في السنتر، وفي بعد كده بون لاميلي. كل ده الاستراكشر اسمه هافيرشن سيستم. قلنا قبل كده اللي تحت البروستي ما يبقى اسمه اوتر سيركمفرنشال لاميلي، وبعد كده اسمها كونسنتريك لاميلي. موجود فين الكومباكت بون؟ لو جالك منظر زي ده هتقوم قايل له ده كومباكت بون. موجود فين؟ شافت اوف ذا لونج بون، شفت يعني ديافيزس طبعا. الاوتر والانر تيبل اوف ذا سكال، اي غشاء خارجي. اوتر والانر برضه فيرتبرا او اوتر كفرنج اوف ريبس، اي حاجه اوتر لازم تكون كومباكت. انما السنتر بتاع الفيرتبرا، السنتر بتاع الريبس، السنتر بتاع السكال او الدبليو اوف ذا سكال، ايبيفيزس اوف لونج بون، كل ده بيبقى كانسيلس او سبونج. اوكي، يبقى كومباكت في الاطراف في الديافيزس او الشافت، والاوتر كفرنج بتاع الفيرتبرا او الريبس والايه والسكال. بيكون من ايه؟ لاميلي. يعني ايه لاميلي؟ يعني الماتريكس بتعمل دوائر منتظمه ريجولار لاميلي، ده في الكومباكت. لو لقيتها مش هنا، شوف الدوائر هي مرسومه كانها مرسومه قلم فلوماستر، دي اسمها بون لاميلي فورمد باي الاوستوسايت. ماشي، اوستوسايت والايه ماتريكس لاميلي. في السنتر فيها هافيرشن كانال، كل المنظر ده اسمه هافيرشن سيستم او اوستيوم. تاني دي اسمها هافيرشن كانال، اوستوسايت، كونسنتريك بون لاميلي، كل ده اسمه هافيرشن سيستم. طب بص بقى المنظر المختلف، لقيت سبيسز مليانه بون مارو
سبيسز، وده الريجولر ما عادش لامين الريجولر بون ماتريكس وسيلز، الريجولر بون ترابيكلي، الريجولر بون بارز سيبريتد باي الريجولر بون مارو سبيسز، يعني بون مارو سبيس بون مارو سبيس بون مارو سبيس، كل حاجه بقت الريجولر عكس دي كان ريجولر عكس دي، شوف دي ريجولر بون لاميلي انما دي الريجولر بون ترابيكلي او بار سيبريتد باي سبيسز بون مارو سبيس، ده اسمه سبونجي بون، اي دي بون مارو سبيس تحتوي على بلاد سيلز، دي ريجولر بون مارو سبيس، ولو انت كبرت هتشوف كل حاجه. كل حاجه يعني ايه؟ حد يقول المربع ده على ايه او ده دي ايه؟ كالسيوم دكتور. ها حد تاني؟ اوستيوسايت. كيني اوستيوسايت. الله ينور عليكم. اوستيوسايت انسايد، كملها بقى عشان تبقى بشياكه. اوستيوسايت انسايد لك الله ينور عليك. اللي حواليها بقى الاحمر ده هو اللي انت كنت بتقول عليه اللي هو الماتريكس، الاحمر ده هو الماتريكس، انما دي الخليه نفسها، دي الخليه نفسها. اوكي طيب، حد يكون اجدع او شاطر برضو يقول لي دي ايه؟ ها اوستيوكلاست. ايه ما سمعتش حد قال اوستيوكلاست؟ لا مش اوستيوكلاست، بلاست. اوستيوبلاست. ايه اوستيوبلاست ولا اوست دي يعني انت دي لاميلي دي دكتور دي لاميلي؟ لا اللاميلي اللي هي اللاميلي اللي هي دي الاحمر ده هو اللاميلي وفيها السيلز. بون مارو ممكن. الله ينور عليك يا ياسمين، هذا هو ده البون مارو سبيسز، الريجولر بون مارو سبيس. ما انت عندك البون كومباس كانسلس او سبونج بون حاجتين، اللاميلي اللي هي دي والبون مارو سبيسز اللي هي دي، الريجولر بون مارو الريجولر بون مارو او ترابيكلي سوري الريجولر ترابيكلي اوف بون، وديت البون مارو سبيسز بون مارو سبيسز، ودي بون ترابيكلي. ما تقولش لاميلي هنا، لاميلي تتقال في الكومباكت بس، هنا اسمها ترابيكلي او بارز لانها الريجولر، ودي السيلز، ودي السيلز وحواليها الماتريكس او ماتريكس دي بنسميها الريجولر بون سوري الريجولر بون ترابيكلي او بارز. ما تقولش لاميلي لان لاميلي ده معناها ريجولر، مفيش بقى هافيرشن سيستم ولا هافيرشن كانال اهي. السايد بتاعها فين؟ ابيفيسز اوف لونج بون والسنتر او الدبلوي اوف ذا سكال والبودي اوف فيرتبرا والبودي اوف ريبس. هل في هنا اي هافيرشن سيستم منظم ولا ريجولر؟ الريجولر بون مارو سبيسز. هل في كلها الريجولر اهي، الريجولر بون مارو سبيسز والريجولر بون ترابيكلي او بون بارز. اوكي يا جماعه، اخر صوره او من الصور المهمه اللي تيجي، تيجي لك صوره زي كده اللي هي ايه بقى؟ دي دايما نقولها وبنحب نقولها وهنفضل نقولها. انت دلوقتي يجي لك عيل مثلا او مش عيل، واحد سنه مثلا 17 18 وهيقول لك انا عندي دوارفيزم او شورت ستيتشر، انا ما بطولش. اوكي انت كدكتور بتعمل له ايه؟ هتعمل له تحليلات وهرمونات وكالسيوم وفوسفات وجروس هرمون وثايرويد هرمون واستروجين وبروجسترون لو هي في ميل، والتستوستيرون لو هو ميل، وحاجه اسمها 6 هرمون بايندنج جلوبلين لو هو في ميل وفي ميل. المهم يعني دي مش قضيتنا، قضيتنا ان انت هتعمل له اكس راي على الجوين عشان تشوف المنظر ده، بس ده احنا شايفينه بالميكروسكوب. ايه بقى ده؟ حاجه اسمها ايبيفيزيال بليد. الايبيفيزيال بليد ده في الاطفال الصغيرين في ابتدائي واعدادي وثانوي بتلاقيه مفتوح، يعني ما تعمل اكس راي بتلاقي الحته دي في البون عباره عن كارتلج، لو جيت خدت اكس راي في البون بتلاقيها كارتلج، وهو باين اهو بالهستولوجي باين ان هو كارتلج. انما بعد سن 21 بتتحول لبون، يعني الابيفيزس ده او الابيفيزيال بليد بيقفل، عشان كده انت بعد سن 21 من 18 عشان ما بتطولش زياده. اوكي فانت لو جالك واحد عنده شورت ستيتشر او دوارفيزم بتقوم عامل له اكس راي عشان تشوف الابيفيزيال بليد قفل ولا ما قفلش. ما قفلش خلاص اديله جروس هرمون وهيطول، قفل خلاص ما ينفعش تديله جروس هرمون لان انت مهما اديت له جروس هرمون مش هيطول. فاهم قصدي؟ نفس الكلام هنا. ايه بقى الابيفيزيال بليد ده؟ عباره عن كارتلج زي ما انتم شايفين. عايز احلف؟ لازم هتحلف اهي. انا هشاور على حاجه وسيادتكم او حضراتكم هتقولوا دي ايه؟
دي ايه دي؟ ثانية واحدة. دول ايه؟ محدش ولا واحد عارف؟ ستيب لاست. مش حد عنده رأي تاني؟ كوندروسايت. الله ينور عليك، هذا هو. ليه بقى كوندروسايت؟ عايز ليه؟ لو قلتها تبقى انت مان اوف ذا داي. ها؟ عشان ماتريكس لونه ازرق. هذا هو نايف. لا برافو يا نايف، ممتاز. احنا قلنا، انا قلت لك الالجوريزم في الاول او الخارطه. يعني ايه الخارطه؟ خلاها الالجوريزم اشياء او المفاتيح اللي هتمشي عليها. انت حضرتك بصيت لقيت السبيس اهو، لكن او زي الفل، لكن او زي الفل، ولقيتهم كمان ايه؟ مش واحده لحالها، هي دي واحده ولا ولا 4 5 6 كتير. طب عايز تحلف زي ما نايف قال، ابص على ماتريكس لونها هي بايه؟ لونها هي بايه؟ زرقاء ازرق ازرق. يبقى تحلف ان هو ده كارتلش. اوكي، بقدره قادر قادر انت عايز تحول الكارتلش ده للناحيه الثانيه. شوف اهو، كان كارتلش اهو في الحته دي، ده اسمها الفيزياء البليد. اتحول هنا لمين؟ ايه ده؟ بون. بون ازاي بقى؟ يعني لا سحر ولا شعوذه زي ما بيقولوا. ازاي اتحول الكارتلج ده لبون؟ ازاي؟ هقول لك انا ازاي بقى. ما هيحصل اصلا شويه ستيجز بقى، هي مش عليكم تفاصيلها. يعني الستيجز دي حاجه اسمها بلوفريشن، يعني يبدا الكارتلج ينمو زي ما انتم شايفين، دي خلايا كتير، وبعد كده يحصل له هايبرتروفي يعني يكبر، وبعد كده يحصل له ديس، وبعد كده كالسيفيكيشن، وبعد كده بريوست البط تيجي وتبدا تعمل اللون الاحمر ده اللي هو الاوستيويد. تمام، وتبدا تكون في الاول كانسيلس بون اللي هو حوالين مربع ده، او سبونج بون لان في سبيسز، وبعد كده يتضغط يتضغط تشيل السبيسز كلها وتدي سبيس واحد اللي هو بون مارو كافيتي، وتسيب بره الاوتر سيرفيس بتاع اللونج بون او الشافت كومباكت بون. يعني اللي انا عايز افهمه لكم ايه؟ ان الموضوع مش 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 حجر، لا، يعني الموضوع الاول بيبقى ايه؟ فيزيال بليد، ويبدا يتكون يدي المراحل دي، فيقوم يدي كانسيلس بون او سبونج بون، والسبونج بون نفسه هو اللي بيدي بعد كده مين؟ الكومباكت بون. بيمشي في مراحل. اوكي، يعني هما بيمشوا في مراحل، اول كارتلج، وبعد كده سبيسز فيها شويه الريجولر بون فنسميه بتاع ده سبونجي، وبعد كده السبيسز دي تتشال وتدي المدلر كافيتي في النص، وبره يبقى كومباكت بون. تمام يا جماعه؟ اوكي، واضح. ده اسمه الجروينج اند اوف لينج بون. الجروينج اند اوف طبعا ده بيفيدك في الكلينيكال بعد كده، زي ما قلت لك في ايه اللي انت لما يجي لك واحد قصير عنده دورفيزم وانت عايز تعالجه تشوف هيطول ولا لا، تعمل له اكس راي. رقم واحد تعمل له اكس راي على اللونج بون عشان تبص على ايه؟ تبص على ايه؟ تبص على ده الفيزيال بليت. ايوه، الفيزيال بليت قفل ولا ما قفلش؟ قفل هتقول له لا معلش وار سوري، مش لو اديناك جروس هرمون مش هيحصل، انما ما قفلش لا هيطول وعادي ياخد جروس هرمون ويطول. طب السؤال الثاني بقى اللي انتوا لازم تسالوه، طبعا ده هيردوا عليه في الفسيولوجي وفي الباثولوجي كده، ايه اللي بيخلي الفيزيال بليت يقفل وايه اللي بيخليه يفتح؟ حد عارف الاجابه يجيب لي حاجه واحده؟ أو الهرمون الجنسي يا دكتور. ايوه الهرمون بالذات، حد يعرف هرمون معين بالذات يقولوا يبقى برافو عليه. تستوستيرون. الله ينور. مين اللي قال تستوستيرون؟ نايف؟ مين اللي قال؟ عبد الرحمن يا دكتور. عبد الرحمن، برافو عليك عبد الرحمن. طبعا تستوستيرون، اقول لكم الدليل القاطع الدامغ اللي تحلف عليه، اقول لكم الدليل. هقول لكم دليلين مش دليل، دليل واضح وضوح الشمس. تعرفوا كلاين فلتر سندروم؟ اكس اكس واي، ميل عنده اكس زياده بتاعت الفيميل، فيبقى عنده هايبوجوناديزم او تستيكولار اتروفي. ده تتوقع عنده تستوستيرون ولا فيش تستوستيرون؟ ما عنده. ما عنده، يوم ايه اللي يحصل له؟ يتعمل. ما يتقفل، يصير عملاق. ايوه، مش يطول، يعني اللينس بتاعه يفضل، لان الابيفيزيال بليد ده ما لقاش التستوستيرون عشان يوقفه. اذا الدليل الدامغ ان التستوستيرون هو اللي بيقفل الابيفيزيال بليد حاله كلاين فلتر، لانه ما عندوش تستوستيرون او تستوستيرون قليل عشان الهايبوجوناديزم. اذا
طوله شارخ بقى، هيفضل شارخ ليه؟ لان هو ما عندوش تستوستيرون او تستوستيرون قليل، فما فيش حاجه هتقفل في زي البليت او اهم عامل اللي هو التستوستيرون. مثال تاني اقول لكم، مثال تاني بروكوشيس بيوبرتي، يعني هو جاله بيوبرتي زياده او بدري. معظم الناس عندها بروكوشيس بيوبرتي بتلاقيهم عندهم دورفيزم او شورت ستيتشر. ليه؟ لان التستوستيرون زياده لو هو ميل، او الاستروجين زياده لو هو في ميل، فبيقوم قافل لك على طول او قافل لها مين؟ قافل ايه؟ قافل ايه؟ الليفازيل بليد. تيجي تعمل له اكس راي حتى هو صغير وعنده بروكوشيس بيبر، يعني خلاص هتلاقي الليفازيل بليد اتقفل. هتدي له كروس هرمون هيشتغل على ايه؟ ما هو الكارتلج قفل، اتحول لبون، مش هيطول خلاص. فهمتوا اللعبه يا جماعه؟ تمام؟ انا بقولها ليه؟ دايما احنا بنحب نربط البيزك ساينس او الحاجات اللي هي الاكاديميه البحته بالكلينيكال ساينس، كبس نعرف السيجنيفيكانس، وبعد كده الديتيلز هتعرفوها بعدين قدام، بس دي المفاتيح الاساسيه. اوكي، طبعا في حاجات تانية كتير ريليتد، بس احنا بنقول لكم امثله زي هو المثال بتاع الافيزيال بليت والجروس والدورفيز. في امثله تانية كتيره زي مثلا اوستيوبلاست اللي احنا خدناها دي من شويه، عايزين مثلا هرمون يشتغل عليها عشان يظبطها، او غير او حاجه تانية، او مجموعه دراجز عشان الاوستيوسايت تكتر لو عندها اوستيوبروزس او اوستيوماليشيا، قصه ثانيه ودي هتاخدوها بالتفصيل بعد كده، اللي هو بيسفوسفينات وحاجات زي كده. ماشي، ده اللي احنا عايزين نقوله في موضوع كارتلج وبون ببساطه وبشياكه، مفيش فيه اي ديتيلز كتيره، ده بس فيه الايه البيزك يعني البيزك والريليفانس بتاعها اللي هيفيدك بعد كده. طيب انا كده خلصت اللي عندي، ده دوركم بقى لو حد عنده اي حاجه مش كلير، اي اديشن. عبد الرحمن رفع ايده تقريبا، عبد الرحمن إيه. او في حد دكتور؟ اتفضل. السلام عليكم دكتور، يمديك تروح سلايد 5 يا دكتور؟ شو ده؟ سلايد 5. سلايد 5 حاضر سلايد 5. ايوه هي دي، اتفضل. يا دكتور يمديك تغير المربعات يعني تغير لي يعني بالوان مختلفه، لانه يمكن تشرح اول كان الماوس حقك يقطع، فنوعا ما كنت يعني كاني متلخبط شويتين. تقدر تخلي المربع المعين بلون معين وزي كذا. جايلك استنى. انت شايف المربع اللي انا حاطه عليه بالابيض ده؟ ده ايوه دكتور، ده ايه؟ بريكوندريا، اللي هو اوتر فايبرس لاير، اللي هو الغشاء الخارجي. اوكي، اللي مكتوب عليه رقم واحد ده، في شويه خلايا هنا اسمها كوندروجينيك لاير، انر كوندروجينيك بارت. فايدتها ايه؟ بتدي الخلايا اللي هي اللي بعد كده، اللي ادي واحده، ادي خلايا وادي مجموعه خلايا. ايه الفرق بين دي ودي؟ لو انت حاسس دي موجوده لوحدها مش موجودة كذا واحدة جوه اللاكنة، إنما دي كتير جوه اللاكنة، دي اسمها سيل نست. أوكي، لما يعملوا سيل نست كده ويبقوا كتير ويخشوا جوه، دي اسمه كوندروسايت. لما تبقى في الأول لسه صف واحد بس بارالل للبروكوندريام اللي بره ده، اسمها كوندروبلاست. كوندروبلاست والكوندروسايت دول بيجوا منين؟ بيجي من رقم واحد انر كوندروجينيك لاير، يعني ده اللي هو البروكوندريام في أوتر فايبرس لاير وفي انر كوندروجينيك لاير. اوكي، انر كوندروجينيك لاير ده بيدي خلايا صف واحد تحت البروكوندريام، اسمه اللي عليه مربع ده اسمه كوندروبلاست. كبرت وكترت ويبقوا 4 8 جوه زي دي او زي دي او زي دي. كل اللي جوه ده عباره سواء دي او دي او دي او دي او دي، حتى كل حاجه ما تلاقيهم اتنينات او اربعات، كل دي كوندروسايت. لما تبقى واحده بس كده اللي هي الصف الاولاني اللي بره خالص ده اسمه كوندور. حتى تلاقي اللي شوف هو كلهم صف واحد كده، الصف الاولاني ده اللي تحت البروكوندريا على طول اسمه كوندروبلاست. وانس انها كترت وبقى العدد الكبير ده، كل اللي جوه ده كوندروسايت وكلهم كان ديفايد، عكس البون. احنا قلنا البون لما اوستيوسايت كان نوت ديفايد. ماشي يا عبد الرحمن؟ تمام ولا في حاجه مش واضحه؟ ايوه دكتور ايه، لا وضحت وضحت الله يعطيك العافيه. اوكي، حد عنده اي كومنتات تانية او اي حاجه مش كلير، اي اديشن، اي كلاريفيكيشن، يتفضل. الكلام يا دكتور، الفيميل سايد اخبارهم ايه؟ اللي عاوز يسال يا جماعه يتفضل، ما يكسفش، ما فيش حد يكسف من حاجه. اوكي، في اي مشكله في اي حاجه؟ كله واضح دكتور، يعطيك العافيه. الله يخليكم. طيب اللي عنده اي حاجه في اي حاجه، احنا موجودين طبعا في الكليه، تمام، سواء في شطر الميلز او شطر الفيميلز. اللي عايز اي حاجه يتفضل يجي يسالني،
طبعا انا حاسس الامور واضحه يعني بزياده، بس اللي عاوز برضو حاجه يجي يتفضل يسأل. تمام، شكرا جزيلا على حسن استماعكم، نشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. يعني انتوا لسه لكم تقريبا المصل، مش فاكر امتى بالظبط، بس لسه لكم مصل معنا ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.